مهمه جدا، اسمها سيلينج سيستم. ايه سيلينج سيستم؟ دي من مميزات المجموعه دي. سيلينج سيستم اشهر مركبات انتاج الصين، وحاجه اسمها نالبوفين. نالبوفين، النالبوفين والبنتازوسين دول عليهم ميكس اجونست انتاجون. خصائصهم ايه؟ في حاله عدم وجود المورفين هم مورفين، وفي حاله وجود المورفين هم انتاجونز للمورفين، يعني يحصل منهم ويدرول سيمبتوم. ولهم نفس خصائص المورفين with less addiction and less withdrawal symptoms. يعني ايه؟ لو انا سحبتهم ما يحصلش معاهم withdrawal symptoms، لو هم لوحدهم. خلاص يا جماعه؟ طيب ايه السيلينج انا دلوقتي بدي الميكسد اجونست انتاجون بس الانالجيتك افكت بتاعته. كل ما هزود الجرعه كل ما هيزيد الانالجيتك افكت، كل ما هزود الجرعه كل ما هيزيد ايه؟ الانالجيتك افكت. يبقى الانالجيتك افكت بتاعهم يزيد بزياده الجرعه. تعالوا شوفوا بقى الاكسيد بريشر بتاعه. يعني ايه يا جماعه؟ له ليميت في الاكسيد بريشر، بمعنى ان الجرعه دي بتعمل لي مسكن واكسيد بريشر. طب انا عايز ارفع المسكن يحصل مور اكسيد بريشر. طب انا عايز ارفع المسكن يحصل مور اكسيد بريشر. طب انا عايز ارفع المسكن خلاص مش هيحصل بعد كده بريشر. يبقى هنا ممكن استغله ان انا ارفع جرعه المسكن بدون مور ار سي ديبريشن. يبقى له سيلينج او ليميت في الار سي ديبريشن، وبعد كده ممكن ازود الانرجيتك بدون مور ار سي ديبريشن. دي هي مميزات ميكسد اجونست انتاجونست. صعبه؟ طيب الدواء المهم جدا جدا ومهم جدا وبيجي لكن اسمه بيبريدين، لان هو فعليا اللي بيستخدم في السوق يا جماعه. لونه عليه البيبريدين. حد يسمع عن البيبريدين؟ مسكن اسمه البيبريدين بيتاخد بعد العمليات. حد شافه؟ طيب بيبريدين، المبريدين عشر قوه المورفين اللي هو كانالجيتك، عشر قوة المورفين. ليس له علاقة بالكابتن. يعمل حبة نوديا فوميت. يعمل ار سي ديبريشن بس ليس ذان مورفين. بس خلي بالك اذا زودت الجرعة عشان ادي انالجيتك افكت يزيد معايا الار سي ديبريشن. وده اللي خلينا نفكر في المجموعه اللي احنا سميناها ميكسد اجونست انتاجونست. يا جماعه الميبريدين تاني عشر قوه المورفين كانرجيزم. ليس له علاقه بالكابتن. يعمل نوديا وفوميتنج، مايلد نوديا اند فوميتنج. علاقته بالار سي ديبريشن بيعمل، ولكن اذا زادت الجرعه جدا تزيد الار سي ديبريشن. مفيش ليميت، مفيش ديلينج افكت. هزود الانرجيزيا يبقى هزود الار سي ديبريشن. اهم ميزه فيها يا جماعه طبعا ميتابولايز الليفر واكسكريت الكدني، بيتاخد اورال او انجكشن ويفضل انجكشن. اهم ميزه فيه سترونج اتروبين لايك. سترونج منتجي. اول ما افتكر الميبريدين افتكر مين؟ سترونج اتروبين لايك. طيب ليه هي مهمه؟ لانها هتديني مميزات كتير قوي. اولا ما عادش فيه بين بوينت جلوبل اللي بقى فيه اتروبين. صح؟ طيب كويس. ما عادش فيه برادي كاردي اللي بقى فيه اتروبين. اتروبين بدا يعمل كوركشن للحكايه شويه. ما عادش فيه نوديا وفوميتنج. ما هو الاتروبين له انتي ايميتنج افكت مش انهبت الفوميتنج سنتر الاتروبين ده. فاكرين؟ يبقى له انتي ايميتنج افكت. انتي سكريتوري. يبقى اذا لو عيان بفضل بختار ما بين المورفين والميبريدين اختار مين كبي انستيتيك؟ كبي انستيتيك. تخيلوا حاجه معاها اتروبين منه فيه. ميبريدين مش محتاج معاها اتروبين، انما مورفين
خدت معاه اسلوبين عشان اوقف الديكريشن، اوقف النزل والكومنتنج اللي بيعملها له الورقين، اوقف الار دي ديفيشن اللي بيعمله لي تمام، واقفل البيب بوينت بيقول لي بتاعته، فاقدر ان انا اوصل لسايز البيوب اللي مشخص لي ستيج في انستيزيا. فاهمين ازاي يا جماعه؟ يبقى هنا وجود الاسلوبين مع الليبريدين يديله الافضليه كبري انستيتيك ميديكيشن، ويديله الافضليه ان انا استخدمه لوحده في علاج الرينال كوليك والبيريال كوليك. ما احنا كنا في الموضوع بنقول ايه؟ رينال كوليك وبيريال كوليك ويز. طب ما انا معايا اسلوبين جاهز برضه. يبقى اذا الليبريدين بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في البيت. يعني ايه بين؟ كانسر بين بير اكيوت مايوكاردير انفاركشن اكيوت، له نفس الخصائص بتاعت المسكين في البيت. في مشكله؟ هاجي في الرينال والبيت الايكونيك اقول الون. كنا بنقول المورفين استحاله في البريجننسي، ده يتاخد في البريجننسي او في الاوبستاتريك اوبريشن ويز كوشن. يتاخد في الاوبستاتريك اوبريشن، عاملين ايه اوبستاتريك؟ عمليات الولاده. اوبستاتريك اوبريشن يعني عمليات الولاده. الست وهي بتولد انا خايفه فيها المورفين ليه؟ ديليز ليبر وليونيتال اسبكت. الراجل ده هيعمل ارت ديبريشن بس ايه؟ ضعيف. فعشان كده لازم نعمله ايه؟ كوشن ويز كوشن. ليه ويز كوشن؟ لان لو الست حصل الم شديد وحبيت ترفع الانرجيتك هيرفع معاها مين؟ الارت ديبريشن. عشان كده بقول ويز كوشن. يعني ايه ويز كوشن؟ خلي بالك جرعه الانرجيتيا بتاعتك ما توصلش الارت ديبريشن لمرحله النيونيتال. وطبعا هيكون احسن من المورفين كبري انستيتيك ميديكيشن. مشاكله زي مشاكل المورفين، وهستبعد الحاجات اللي هي صداع الاسوبين. يعني مثلا بين بوينت جلوبال، الهايبوتنشن، الراديكال، النوديا والبوكسي، كل ده مش هنلاقيها موجوده مع مين؟ مع الميبريدين. تمام. الادكشن بتاعه اقل، الار سي ديبريشن اقل، غالبا بيعمل اكسايتيشن مش سيديشن. احنا كنا بنقول المورفين يعمل سيديشن في الميل ويعمل اكسايتيشن في الفيميل، لا الميبريدين بيبقى اكتر في اكسايتيشن. طب طيب اذا دلوقتي حصل اكيوت توكسيسيتي من الميبريدين او اكيوت توكسيسيتي من المورفين، يبقى شكل العيان عامل ازاي؟ يبقى شكل العيان هو المانيفستيشن بتاع الدواء. يعني اذا كان بياخد مورفين يبقى عنده هايبوتنشن وبين بوينت بيوبل وهايبوثيرميا وهايبرتونيا وعنده ار تي ديبريشن. في بقى القصه بتاعت الايه؟ المورفين. تمام. تعمل له ايه؟ لازم اعمل غسيل معده للمورفين حتى لو هو واخد انجكشن. انت فاكر ليه؟ بيحصلوا سكريشن في الاستومك. السكريشن في الاستومك بيحصلوا ري ابزوربشن. نمره اثنين، بحب اتعامل مع الوضع كتفاوض. ارتيبريشن بارتيشن بارتيشن وورس هايبوتنشن علاج اوكلوز جاي للاكزايتيشن في ميل مثلا اديله كومبارتر اديله انتي ابيليبتي. فاهمين ازاي؟ الراجل ده عنده برونكو سباز اديله انتي هيستامينيك برونكو دايليتور. فاهمين؟ بالاضافه الى عندي سبيسيفيك انتي بودي عندي اسمه نالوبزول. اسمه ايه يا جماعه؟ نالوبزول. في شفا والنالوكزون بس اسمه نالوكزون. طب ايه رايكم لو انا اديت النالوكزون لواحد مدمن يعمل له ايه؟ يعمل له ايه؟ يعمل له درول. يبقى اذا كان العيان بياخد مورفين واديت له نالوكزون، يعني ما تقولش ان النالوكزون يستخدم في علاج الكرونيك توكسيسيتي او الادكشن. بالعكس هو يعمل درول ايه؟ ممكن استخدمه في التشخيص بتاع الايه؟ يعني واحد جاي للعياده مثلا وشفت عينيه ضيقت، انت بتشرب مخدرات؟ لا ما بشربش. تشرب؟ تقول لي لا. طب تعالى هديله حقنه في ايه؟ نالوكسون. لو دخل في مصدره التمتم يبقى الراجل ده فعلا ايه؟ ادمنت. هي اتفقنا ان الوزر والسمتم عموما لاي دواء هو عكس الاكشن. يعني قلت لك اول حاجه يشتكي منها العيال ده ايه؟ جسم بيتقطع. العيان ده كان هادي يبدا يبقى متنرفز. فاهمني ازاي؟ العيان ده يبقى عنده انهبيشن في السلايفيشن، يقعد يحصل له سلايفيشن.
عنده كونستيبيشن يحصل له دايريه، عنده يورين ريتينشن يعمل يورينيشن. فاهمين ازاي يا جماعه؟ فهمت القصه؟ خد القاعده بس عشان انت ما تحفظش حاجات كتير مش مطلوبه منك. القاعده العامه بتقول لي ان الاكيوت توكسيسيتي لاي دواء تساوي اكزاجيريتد افكت للدواء ده. القاعده العامه بتقول لي ايه؟ لو انا اتزنقت كلمه اكيوت توكسيسيتي انا شايف من النتيجه بتاعتها. اكيوت توكسيسيتي تساوي اكزاجيريتد اكشن للدواء ده. علاجه ايه؟ لو عندي انتيدوت بحطه، لو ما عنديش بشتغل سبورتيف تريتمنت. صعبه؟ طيب لو انت وقفت اي دواء يحصل منه حاجه اسمها ويز دراج سيستم. اذا كان الدواء دوت لوب ادكشن او لوب فيزيكال اند سايكولوجيكال ديبندنس، ايه هي الويز دراج سيستم؟ عكس الفارماكولوجيكال اكشن. بتلاقي بالظبط عكس، يعني تلاقي عيني بتغني دواء صح، مش عارف ينام، بيعمل دايريه، جسمه بيتكسر، خد بالك ازاي؟ اي حاجه بتقلبه، متنرفز جدا، كل دي حاجات عكس الفارماكولوجيكال اكشن. لا هايبو سيرفيس وتعمل هايبو سيرفيس. الحراره تزيد مش عشان البصل ديش. هو بيقول ان هو لو ديفكت من عشان على هايبو سيرفيس. اه تمام. طيب في اي مشكله يا جماعه في الموسيقى؟ خلاص كده؟ طيب هنبدا النهارده الموضوع جديد اللي هو انتي ابيليبتيك دراجز. انتي ابيليبتيك دراجز. الابيليبتي هو عباره عن نيورولوجيكال ديس اوردر ان ويتش بيحصل فيه ديستربنس في الالكتريسيتي اللي موجوده جوه البرين، فيؤدي الى ابنورمال مانيفستيشن، اما انها تكون موتور مانيفستيشن واما تكون سنسوري مانيفستيشن واما تكون اوتونوميك مانيفستيشن. المهم ان انا عايزكم بس تعرفوا ان في كذا نوع من الابيليبتي. اشهرهم حاجه اسمها جراند مال ابيليبتي، حاجه اسمها بتي مال ابيليبتي، وحاجه اسمها هايبو موتور ابيليبتي، وحاجه اسمها ستيتس ابيليبتي. حاجه اسمها ايه؟ ستيتس ابيليبتي. طيب في نوع اسمه تونيك ابيليبتي، في نوع اسمه اتونيك يعني غصب طول يروح جاي واقع لوحده، في نوع اسمه كلونيك ابيليبتي، في نوع اسمه مايو كلونيك يحصل شوك لايف كونتراكشن. صعب مش مهم عليكم الكلام ده، ده بطمع. المهم اللي بس يبقى عارفين ان هو ذكر كلمه جراند مال كتير وبتي مال وعارفين يعني ايه الكلام ده. جراند مال ابيليبتي بيحصل للعيان الاتي، بيحصل له حاجه اسمها اورا. يعني ايه كلمه كورة؟ اورا مقدمة للمرض، اورا اوف ايبيليبتي يعني مقدمة للهدف، اورا اوف ايبيليبتي يعني مقدمة للايبيليبتي، اورا مقدمة جبهة، اورا يبقى بيحصل مقدمة للايبيليبتي، كل واحد له اورا مميزة. انا الاورا مثلا بتاعت العيان دهوت بيقول ان انا بشم ريحة غريبة، واحد تاني يقول لي انا بسمع اصوات غريبة، واحد تالت يقول انا حاسس بتقل في وداني، كل واحد له اورا ايه؟ مختلفة. المهم دي اسمها مقدمة الايبيليبتي. العيان لما بيجي له اورا عارف ان هيجي له تشنج دلوقتي. التشنج بيمر بمرحله اسمها تونيك كلونيك كونفولشن، ده اسمه تونيك وده اسمه كلونيك. يحصل طبعا بايلاترال وسيمتريكال في الابر ليمب واللور ليمب. دي اسمها اكتال فيز او كونفولسيف فيز، دي المرحله اللي هو بيحصل فيها الايه؟ لازم العيان بعد المرحله دي يحصل حاجه اسمها اكزوشن، اجهاد للعضلات، فيحصل ريسك، يحصل عين ايه؟ يريح. وعلى فكره في الوقت ده ممكن او في اثناء الكونتراكشنز دي يحصل وصف ريفلكس، يعني ممكن العيان ايه ها؟ يعمل ديفيكيشن على نفسه او يعمل ميكسيليشن على نفسه. وفي اللحظه دي يا جماعه لو العيان في كونفلجن ما ينفعش ان احنا نفوقه. لازم يخلص الكونفلجن ويخش في الاكزوشن فيز. مش مهم عليكم الكلام ده، انتوا عارفين ايه ها؟ نعم. لان هنا في وصف ريفلكسز، يعني مثلا لو انا بتوقع او انا بشيل لسانه او بتاع ممكن يؤدي الى بلع اللسان او ان هو مثلا يبلع حاجه معينه لان مفيش كف ريفلكس مفيش كف. طيب المهم يبقى انا عندي اكتل اورا واكتل فيز وبوست اكتل فيز. لو استمر العيان من اكتل الى اكتل يبقى ده اسمه ستيتس ابيليبتيك.
يعني لو العيان دخل من كونفرس المفروض الكونفرس مثلا دقيقة دقيقتين بكثير، لو الراجل ده دقيقتين ثم كونفرس الثاني دقيقتين ثم يبقى القصة المستمرة دي احنا ستيتس. وطبعا دي بتبقى حالة خطيرة جدا لان هنا هيحصل اجهاد جامد جدا لعضلات الريسبيرات المصل ويحصل ريسبيرات الابتدية والعيان ممكن يموت فيها. فدي emergency case دي ايه؟ يعني ما ينفعش واحد عنده سيستم ريسكا وتقول لي انا هدي له حاجة اورال، لازم تدي له حاجة ايه؟ انجكشن. تمام. طيب ايه هي البتي مانيبلت؟ البتي مانيبلت الصغيرة دي بيقول عليها absent بيقول عليها ايه؟ absent. absent يعني ايه؟ يعني غياب بالظبط. بتكلم مع الراجل دهوت ابص عليه فجأة مش مركز معايا. تاني سيزر يعني كونفرجن، اتاك اوف كونفرجن، نوبات من التشنجات. ابيليبسي سيزر كونفرجن بمعنى واحد تقريبا كده. خلاص يا جماعة؟ يبقى اللي فيه مال ابيليبسي ان ممكن الراجل اللي انا بكلمه ده يتوه. طبعا مش يتوه من في توه فيسيولوجية، واحد مش مركز، واحد ما نامش كويس، ده بيحصل. ان انا التوه دي ممكن تتكرر في اليوم كذا مرة. التوه دي ممكن تحصل في طفل، بص تلاقي الطفل مبرق خالص ومش منتبه، يفضل مثلا لحظات كده وبعد كده يرجع تاني، ده اسمه بتي مال ابيليبسي. المهم ده نوع اسمه بتي مال ابيليبسي. طيب ازاي اعالج الابيليبسي؟ اولا لازم اتاكد ان العيان ده هو عنده باثولوجيكال ابيليبسي. يعني ايه؟ يعني واحد مثلا هو مش بيحصل في الواحد بصراحه، ولا بيحصل في بيت اكتر، لو في مشكله ولا حاجه يحصل ايه؟ ما تكلمش البيت اكتر، البيت في تشالنج. تمام؟ فيعني ايه ده سايكولوجيكال ابيليبسي؟ اسمه ايه؟ سايكولوجيكال ابيليبسي. سايكولوجيكال ابيليبسي طبعا مش هيبقى فيه رده ريفلكسز، مش هيبقى فيه اي اي جي تشينجز، اي اي جي تشينجز الكترو انكيفالوجراف، يعني رسم المخ بتاعها طبيعي، مفيش بلوتو ريفلكس، مفيش سيمتريكال موفمنت. هل ده بيعمل كرونيك وده بيعمل تونيك؟ فاهمين؟ اللور ليمب في مكان والابر ليمب في مكان، فده هيبقى فيه اسيمتريكالي. هلاقي فيه مفيش بلوتو ريفلكس، مفيش اي جي تشينجز، خلاص ده سايكولوجيكال. طب اتاكدت ان هو باثولوجيكال، المانيفستيشن واضحه قدامي وشفت رسم المخ بتاعها، ايه فعلا في بؤره تشنجيه اسمها ابيليبتيك فوكس. تمام كويس. وقدرت احدد هل هي لوكلايز ولا جنرالايز، هل هي جاند مال ولا بتي مال، قدرت احدد الامور ماشيه ازاي. اعمل ايه؟ من واحد ابدا بالدواء المناسب. مش كل الادويه هتنفع لكل الانواع، هنقول دلوقتي ان في دراج اوف تشويس هنا، في دراج اوف تشويس هنا، فاهمين؟ يعني هتلاقوا في حالات ما ينفعش ناخد فيها الدواء ده، لانه ممكن يبوظ النوع بتاع الليبس او يعمل له بروباجيشن. هنقول دلوقتي يبقى بروبر سيليكشن اوف دراج تو ذا سبيسيفيك تايب اوف ابيليبسي، بختار الدواء المناسب للنوع اللي انا حددته من الابيليبسي. تمام. وعلى فكره في دكاتره بيكتب بروس سبيكترم انتي، يعني في هيقابلنا لك بروس سبيكترم. مين اللي قلناه؟ كورونا زبان، مش احنا قلنا كورونا زبان ده بروس سبيكترم انتي بليبتك؟ ولو جاي كاتب الكورونا زبان ومريح دماغك، هناخد دواء اسمه ايبانوتين سلفوريك اسيد. ده في نوع ايه برضه مريح دماغه وكاتب سلفوريك اسيد. المهم يعني فهنا انا حددت النوع وحددت الدواء اللي انا هستخدمه. ابدا اتابع العيان لحد ما العيان يتحسن. بمعنى العيان بيجي له ثلاث نوبات من التشنج في اليوم، خد الدواء ده بيجي له اثنين، يبقى لازم ارفع الليفل وتضرب، ولازم اعمل مونيتورنج للبلازما ليفل اوف ذا دراج. ليه؟ لان معظم الادويه دي يا جماعه لها دراج انتر اكشنز واضحه جدا، كلهم بيتاثروا بالانزيم بالانزيم انديوسر والانهبيتور، وهم نفسهم لهم انزيم انديوسر وديسبلين ديسبليت اذر دراجز، ففي مشاكل كتير قوي كدراج انتر اكشن، فلازم اعمل فولو اب او مونيتورنج للبلازما ليفل بتاع الدواء ده. تمام. عشان ما اوصلش للتوكسيك ليفل او الان افكتيف ليفل، ما انا دلوقتي لو انا اديت الدواء بجرعه اقل من الثرابيوتيك ولا كاني بديه هدخل عيان في سكه عقاب، لو انا اديته بجرعه اعلى من الثرابيوتيك ليفل يبقى العيان هيخش في مور اند مور توكسيسيتي ومش هستفيد بيه ومش هيلحق يكمل بيه الثرابيوتيك افكت بتاعه. تمام؟
ببدأ بدواء واحد وازود لحد ما اوصل للماكسيمم ثيرابيوتيك ليفل. مفيش بديل. اعمل كومبينيشن. اعمل ايه؟ اخلط الدوايين ببعض. طيب كويس قوي. مين هم بقى الادويه اللي هتعالج الابليبسي؟ قالوا احنا خطتنا في العلاج دي انهبيشن ولا ستيميوليشن؟ انهبيشن. فقالوا خلاص مش القصه كلها اول تشينج الابليبسي هايبر الابليبسي ستيميوليشن في الابليبسي في الابليبسي فوكس بقى جاي الابليبسي فوكس بتوزع على البرين فيحصل الكونفولشن دوت. اوكي خلاص نعمل صوديوم تشانل بلوك. في ناس قالت لا نعمل كالسيوم تشانل بلوك. بس الكالسيوم تشانل بتاعت البرين مش ال تايب. ال تايب بتاعت مين؟ بتاعت الهارت. ال تايب والسموث ماسلز بتاعت مين؟ انما بتاعت البرين تي تايب. يبقى لما اجي اعمل كالسيوم تشانل في علاج الابيليبسي ها يبقى اتكلم على الكالسيوم تشانل اللي تخصه اللي هي تي تايب. تمام. يبقى صوديوم تشانل بلوكر وكالسيوم تشانل بلوكر او ستيميوليشن اوف جابا. مش كده بقى الانهبيتور؟ زي مين اللي كان بيعمل ستيميوليشن اللي جابا؟ كنا بنقول الفينوبارفيتون يشتغل كانتيبوليف، كنا بنقول البنزوبيازيبين يشتغل كانتيبوليف او انهبيشن للجلوتامين. مش الجلوتامين ده انفيتابل ولا انهبيتوري؟ انفيتابل. كل الامينو اسيد ها كل الترانسميتر ما عدا الجابا والجليسرين. يبقى الجلوتامين ده انفيتابل. يبقى لما اعمل له انهبيشن يبقى انا برضه بعمل انهبيتوري ستيب. صعبه؟ صعبه؟ انا بعمل انهبيشن للانزيماتيك. يبقى انا بعمل ايه؟ انهبيشن. خلاص؟ طيب يبقى كلهم هيلعبوا في الحته دي. في واحد هيشتغل صوديوم وكالسيوم، واحد هيشتغل كالسيوم بس، واحد هيشتغل الاربعه. فاهمين يا جماعه؟ طيب هنتفق على عدد الاتفاقات في الانتي ابليبتيك. نمره واحد السايد افكت بتاعتهم تقريبا متشابهه. تقريبا يعني كلهم مثلا هتلاقيهم بيعملوا جي ار بي وكلهم بيعملوا ان كوردينيتد موفمنت. ان كوردينيتد موفمنت يعني اتاكيا وديبلوبيا والستيجما. فاكرين الكلام ده؟ قلناه في الباربيتريت والبنزبايزبين صح؟ يبقى بيعملوا ان كوردينيتد موفمنت. يعملوا لي جي ار بي ديستربنس بلاد ديسكريتد. يغيروا في شكل صورة الدم، يلخبطوا صورة الدم، كلهم بيهتموا في الموضوع ده. إذا زادت الجرعة هيكون نيفروتوكسيك وهباتو توكسيك وبمرور أو بمرور الوقت لو خدتهم لفترة طويلة يعملوا بون مارو انهبيشن. تاني يا جماعة، يبقى الأدوية اللي أنا هتكلم عليها ديت عموما هتشترك في الآت. يعني أنا جاي سايد افكت لأي أنتي بيريبتيك دراج. أنا خلاص كده كده بدأت بنفسي هكتب خمسه سايد افكت جاهزين اللي هم ان كوردينيتد موفمنت جي اي تي ديستربنس ها بون مارو انهبيشن اوف بلاد كريتد و بدايه توكسيك ونترو توكسيك. صعبه؟ تمام كلام جميل. ناخد بقى دواء اول دواء هيقابلنا دواء اسمه فينيكاين. فاكرين الفينيكاين؟ من فيفو فينيكاين. ما هو الفينيكاين؟ الفينيكاين انتي ابيليبتيك دراج. تمام. بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ صوديوم شانل بلوكر كالسيوم شانل بلوكر انهبت الابيليبتيك فوكس وبالتالي يشتغل كانتي ابيليبتيك. صعبه؟ له اكشن تاني اسمه انتي اريزمك كلاس 1 تايب بي انتي اريزمك بلس 1 تايب بي. طيب بي كان بيعمل ايه؟ بوتاسيوم شانل اكتيفيشن يعني يزود الكوندكشن يعني يستخدم في البلوك. الفينيكاين كان بيستخدم في الفنتريكولار اريزميا وذ هارت بلوك. تاني الفينيكاين ويل ابزورب كور ديستريبيوتد ديسبليز displays other drugs زي الاسبرين affected by enzymes inducer وانهبيتور وهو نفسه انديوسر بس انديوسر بعيد شويه. فاكرين الاسبرين؟ small dose first order kinetic large dose zero order kinetic وعرفنا معنى الكلام ده.
ميكانيزم اوف اكشن. سوديوم شانل بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر، وانهبت الابيليبتيك فوكس. ده فيما يخص الانتي ابيليبتيك افكت. فيما يخص الانتي ارينتيك افكت اسمه بلس 1 5 بي انتي ارينتيك. هيشتغل كانتي ابيليبتيك في ايه؟ كل انواع الابيليبسي ما عدا البتيما الابيليبسي. كل انواع الابيليبسي ما عدا البتيما الابيليبسي. يعني جراند مال معانا، ستيبل انجكشن معانا، بارشال ابيليبسي معانا، جنرالايز ابيليبسي معانا، سايكو موتور. كل انواع الابيليبسي ما عدا بيقولوا لو التهت في البتيما مال يعمل لها بروباجيشن، يزود يعمل لها ديفيوز افكت، وبالتالي يحولها الى جنرالايز، يحولها الى جراند مال. فاهمين ازاي يا جماعه؟ يبقى اذا مقدورش في البيتي مال. طيب في نوع من النيورالجيا بيرتبط بالابيليبسي اسمه ترايجيمينال نيورالجيا، اسمه التهابات العصب الخامس. يحصل التهاب في العصب الخامس ترايجيمينال نيورالجيا. برضه الانتي ابيليبتيك دراجز يا جماعه لها دور مهم في علاج هذه النيورالجيا. الثاني يبقى اذا الفينيتوين انتي ابيليبتيك دراجز ويل ابزوربد ويل ديستريبيوتد ديسبليس اذر دراجز سمول دوز فيرست اوردر لارج دوز زيرو اوردر، وهو انزايم انديوسر وافكتد باي انديوسر وانهبيتر. الميكانيزم اوف اكشن صوديوم شانل وكالسيوم شانل بلوكر وانهبت الابيليبتيك فوكس. فيما يخص الانتي اريزمك كلاس 1 تايب بي انتي اريزمك ليوزت جراند مال ستيتس ابيليبتيك بارشال جنرالايز سايكو موتور. كل انواع الابيليبتيك اكسبت بتي مال ابيليبتيك، بالاضافه لحاجه مرتبطه بالابيليبتيك اسمها ترايجيمينال نيورالجي، بالاضافه للانتي اريزمك يوزت في الفنتريكولار اريزميا ويز هارت بلوك. صح؟ طيب يحصل فيها هايبر كلوبي في اللثه. يعني لو حد جاب انتي ابيليبتيك وحد بياخد فينيتوين في انتي ابيليبتيك واضحه جدا. شفت انا صور يعني ما شفتش يعني حاله بتاخد، بس شفت صوره في الشات فعلا المنظر غير ظريف بالمره. يعني هايبر كلوبي في الجم اسمه جم هايبر بليزيا، له سبيسيفيك تراتوجينيك افكت كليف بلاك. عارفين كليف بلاك؟ ممكن ياخد كمان الكليفت بلد، ياخد الصوت بلد معاه. حد شاف حاله؟ شفت حاله؟ كليفت كليف ولا كليفت بلد؟ كليفت بلد دي نادرة قوي يعني، مش شفت حاله. كليفت كليف دي واضحة يعني مشهورة قوي، كليفت كليف. إنما في كليفت بلد. احنا بنسميها الشفة الأرنبية، هتسمع عنها؟ المهم. يبقى تاني المميزات بتاعته جرام هايبرجليزيا وسبيسيفيك سيراتوجينيك افكت كليفت بلد. حلو. بما انه انزايم انديوسر يبوظ لك فيتامين كي يعمل لك بيبين تيزر، يبوظ لك فيتامين دي يعمل لك اوستيوماليشيا، يبوظ لك الفوليك اسيد في الست الحامل يعمل لها ميجالو بلاستيك انيميا. بما انه انزايم انديوسر يعمل ايه؟ يبوظ فيتامين كي يفتحه يحصل بيبين تيزر، يبوظ فيتامين دي يعمل اوستيوماليشيا، يبوظ الفوليك اسيد يعمل ها ميجالو بلاستيك انيميا. الست الحامل ما تاخدوش اطلاقا، مش عشان التراتوجينيك افكت وبس، لما الست دي هتيجي تولد هتنزل جامد جدا، والست دي هيحصل لها ضعف في العصب جامد جدا، والست دي هيحصل لها ميجالو بلاستيك انيميا، وهي كده كده اوريدي عندها نقص في مين؟ نقص في فيتامين د والكالسيوم، ونقص في الفوليك اسيد، كده كده في نقص في الحاجات دي انا بنقصها اكتر، وبالتالي بتبقى عرضه لكومبليكيشنز عاليه. صعب. وتاني الفيتوين تاني، انتي الفيتوين تاني ليه؟ انه مهم جدا في الرزق.
well absorbed, well distributed, displays other drugs, small dose first order, large dose zero order, design in use. تمام. Anti-epileptic effect, sodium channel, calcium channel inhibit epileptic growth. Anti-arrhythmic effect, class 1, type B anti-arrhythmic. استخداماته كل انواع الابيليبتي بما فيهم الترايجمنال نورالجيا اكسبت الفيمال ابيليبتي. تمام. انتي ارثمك انتريكولار ارثميا والهارت لوك مشاكله المعروفين بالاضافه الى جام هايبرميليبيا ليست بلد وانزايم انديوسر اكسبت يبوظ فيتامين دي ويبوظ فيتامين سي ويبوظ الفوليك اسيد. طبعا تمام. اخوه اسمه كارباميثيدين. وليه بقول اخوه؟ لانه شبهه في حاجات كتير قوي. كارباميثيدين تقريبا الكارنيتك واحده تقريبا هو اقوى كانزايم انديوسر. يعني لو اديت كارباميثيدين وفينيتوين الكارباميثيدين يكسر الفينيتوين. صعبة؟ الكربامزيدين كإنزيم انديوسر أقوى شوية من الفينيتوين. يعني لو اديت كربامزيدين مع الفينيتوين تأثير الفينيتوين يقل والكربامزيدين هو اللي يزيد. خلاص؟ الكريتيك واحد. الميكانيزم أوف أكشن واحد. الميكانيزم أوف أكشن واحد. صوديوم شانل، كالسيوم شانل، انهيرت الإبليبتيك فوكس. اليوزز كأنتي إبليبتيك واحدة. كل أنواع الإبليبتيك بما فيهم الترايجينا النيوراجيا ما عدا البتي مان ابليبتي يعمل لها تشينج الى دماغ دماغ زي ما اتفقنا. في مشكله؟ احنا بنحاول نلم الدور كويس. له مميزات بما ان الفينيتوين له مميزات اسمها انتي اريزمك. هو له مميزات. ايه المميزات بتاعته؟ مود ستابلايزر. يعني ايه مود ستابلايزر؟ ستابلايزر يعني ايه؟ يعني مرضي مرضي. يعني العالي يوطيه والواطي. المود ستابلايزر بيسموه في مرض اسمه باي بولر ديبريشن او مانيك ديبريشن ديس اوردر. يعني الراجل ده شويه فوق وشويه تحت، شويه عالي قوي مانيا وشويه ديبريشن اكتئاب. لا هو الشيزوفرينيا ده نوع من السايكوز ولكن يبقى معاه نيجاتيف مانيفستيشن. انما الباي بولر ديبريشن الراجل ده بيمر بمراحل كامله مانيا ومراحل كامله ايه؟ ديبريشن. فلازم ياخد مود ستابلايزر. ياخد ايه؟ المود ستابلايزر المشهور جدا اسمه ليثيوم. اسمه ايه؟ المشهور قوي اسمه ليثيوم. وعلى فكره في واحد من البنزو بنزين مود ستابلايزر اسمه البرازولام. اسمه ايه؟ البرازولام. ده برضه بيشتغل كمان ديبريشن ديسكورس. وبرضه مهم قوي مين؟ الكارباميثيدين. الكربامزيدين له حاجه جميله قوي برضه. ينشط الانتي دايوريتيك هرمون. ينشط الانتي دايوريتيك هرمون فيعالج الديابيتس انسيبيتور. يعالج الديابيتس انسيبيتور. يبقى هو كانتي ابليبتيك شبه الفينيتوين تماما. يختلف عنه في الاذر اكشن. الاذر اكشن بتاع الفينيتوين اسمه انتي ابليبتيك. انما الاذر اكشن بتاع الكربامزيدين اسمه بوتنشيات الانزيمات الهرمون. يعالج الدايبيتس انسيبيتس ومود ستابلايزر يعالج المانيك ديبريشن ديس اوردر. مشاكله ايه؟ نورمال جي اي تي ديستربنس انكو موفمنت ليفر توكسيك هيبات توكسيك بلاد ستريت وبون مارج بريك. صح متفقين؟ متفقين. يجيك الكربامزيدين بما انه انزيم انديوسر ياخد نفس القصه بتاعت مين؟ اللي جاله بلاستيك انيميا نفس القصه اوستوماليشيا وبيديك تندس. من مميزاته ممكن يعمل لي اوتو اميون. يعمل لي سيستيميك لوبس. يعمل لي يا جماعه؟ الناس اللي بتاخد كارباميثيدين مشهور قوي عندهم سيستيميك لوبس ريسماتوز. ومشهور قوي عندهم موضوع البتيما الابليبسي. البتيما الابليبسي في لحظه بيتحولوا الى جراند مان ابليبسي. يبقى تقريبا انه بيميزوا عن الفينيتوين سيستميك ايه؟ على فكره ولو اتاخد برضه اثناء البريفنس يعمل برضه سيستميك. يبقى هو شبه الفينيتوين في حاجات كتير قوي. زي لما نيجي نذاكر الفينيتوين نذاكر معاه مين؟ كربامزيدين. صح؟ طيب ده يجي برضه ريزم ويجي ريزم.
في واحد ما يجيش ريتن اسمه إيثوكسيمايل. اسمه ايه يا جماعه؟ إيثوكسيمايل. الإيثوكسيمايل دوت كالسيوم شانل بروكر دراج فور شايف في البيتيمات. دراج فور شايف في البيتيمات مشاكله نفس المشاكل بس مش بيعمل لي جام هايبر بليزيا بس ده بيعمل لي سويلينج اوف تانكس. سويلينج اوف تانكس هحكي لكم بس حاجه كده قريتها حاله يعني في كتاب في حالات في حالات فارما يعني ايه يقول لي مثلا فلان الفلاني عنده مثلا هارت فيلير وبياخد دايوريتيك فلان فما ينفعش معاه فيبدل دي القصه دي بتاعت الحالات دي. فكان في حاله ان في بنت عندها ايبيلبسي كانت ماشيه على فينيتوي فهي عايزه او جابها عند فهي عايزه تتجوز فالمفروض عايزه تغير من ليه؟ عشان الجام هايبر بليز فحاطط طبعا من ضمن الاختيارات مين؟ الاكسسوار طبعا ايه؟ ما ينفعش طبعا الاكسسوار مايل هيعملها جام هايبر بليزيا وسويلنج ايه وفاهم المهم يعني عشان تفتكروها بس الاكسسوار بيبوظ بيرنيا خلاص يبقى اذا الاكسسوار ها نخلي بالنا منه هو بيجيش ليه عموما يعني بس هو بيعمل مش جاب هايبر بليزيا بس وبيعمل كمان سويلنج اوف تانك دراجو شويه في البتي مال ابيليتي البنز دايازيبين دايازيبان كان في الجراند مال والستيس والكلونازيبان كان اسمه بروز سبيكترم انتي ابيليتي باربيتيوريت الكينو باربيتون كان تخصص جراند مال والتيتا ابيليتي تبع مين؟ دايازيبان طيب في دواء بقى مشهور قوي اسمه بالبوليك اسمه ايه؟ بالبوريك اسيد او صوديوم بالبرويت بالبوريك اسيد او صوديوم بالبرويت يعني الملح بتاعه هو الصوديوم بالبرويت يا اما الاسيد البالبوريك اسيد ده انتي ابيليبتيك دراج برود سبيكترم انتي ابيليبتيك دراج برود سبيكترم انتي ابيليبتيك دراج ازاي بيشتغل ياخد كل الميكانيزم صوديوم شانل بلوكر كالسيوم شانل بلوكر انهبت الجلوتامين وستيميوليت الجابا مش احنا متخيلين ان البنزودازيبين والباربيتوريت هيشتغلوا بستيميوليت الجابا يبقى لازم الميكانيزم بتاعهم كانتي بلس الميكانيزم بتاع المجموعه دي ها ستيميوليت الجابا انهبت الجلوتامين صوديوم شانل وكالسيوم شانل بروز سبيكترم انتي ابيليبتيك يعني ايه؟ جلاند مال معانا جنرالايز معانا بارشيال معانا ترانجيلال نيورانجيا معانا كل حاجه معانا بما فيهم الاستيمان بس للاسف ما ينفعش في الاستيمان ما ينفعش طب ما هي الاستيمان هي جراند مان ما بيتاخدش انجكشن ما بيتاخدش وطبعا انا في الاستيمان محتاج ايه؟ محتاج انجكشن الاستيمان ده خلاص؟ ما يتاخدش مع انه بروس بيتر بس ما يتاخدش في الاستيمان تمام احط عليهم ايه؟ سيفير هيباتايتس اند بانكرياتايتس مشهورين قوي سيفير هيباتايتس اند بانكرياتايتس له تراتوجينيك باسمه اسمه سباينا بيفيدا اسمه ايه يا جماعه؟ سباينا بيفيدا اللي تو سباينال كانال سباينال بيفيدا وخلي بالي منه جدا في البورفيريا عارفين البورفيريا؟ بتاعت البربيتوريت بيؤدي الى بنسبيشن اوف بورفيريا بيؤدي الى بنسبيشن اوف بورفيريا صعب صعب الكلام ده يا جماعه ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للانتي ابيليبتيك دراج لو هو سالني قال لي مين هو دراج اوف تشويس في البي مال ابيليبسي؟ الديتوكسي مايل يلي يلي مين؟ فالبوريك اسيد يلي كورونا ديمان لانه بص فاكر مين هو دراج اوف تشويس في الستيتس؟ عندي دايزيبام
عندي فينو باربيتوز وعندي فينيتايد وعندي كاربا ديدين اوعى اقول فالبوريك اسيد وعندي كلونازيمان كمان. في ادويه كتير نازله السوق في حاجه اسمها جابا بنتين وفيجا باترين جابا بنتين وجابا وفيجا باترين دول ادويه برضه بتنشط الجابا وانهبت الجلوتامين. اسمها نيو انتي ابليبتيك جابا بنتين وفيجا باترين مش مهم ماشي يا جماعه. اللي هيجي لي بالانتي ابليبتيك مين؟ الفينيتاين او الكاربامتيدين او الفالبوريك اسيد. صح؟ الانتي ابليبتيك صعبه؟ مين دي يا جماعه؟ انتي ابليبتيك صعبه؟ نبدا ناخد انتي باركنسونيا. انتي باركنسونيا هنعالج الباركنسونيزم بقى. اتفقنا ان الباركنسونيزم بيحصل ان بالانس بتوين تمام بحيث ان الدوبامين والاسيتايلكولين هاي تمام. مطلوب مني ايه؟ اقلل الاسيتايلكولين او ازود الدوبامين. اقلل الاسيتايلكولين بمين؟ ببارا سيمباسوليتك تمام؟ اللي هو مين؟ اتروبين وهيوسين ودول نان سيلكتف او دواء اسمه بنزوتروبين. بنزوتروبين بيقولوا ان المجموعه اللي بتقلل الاسيتايلكولين على فكره الناس اللي عندهم شلل رعاش دول يا جماعه يبقى عندهم حبه مانفستيشن يبقى عندهم ريجيديتي زياده في المصل طول يبقى عندهم تريبر ويبقى عندهم حاجه اسمها براديكالين يبقى ماشي كده شفل جديد او شورت تيبس جديد. عنده براديكالينيا وعنده ريجيديتي وعنده تريبر. المجموعه دي بتاثر اكتر على الريجيديتي يعني بتقلل اكتر الرجيم ما تشتغلش على التريمور ده. مجموعه اسمها دارا سيمباسو ليتيك الاتروبين والهيوسين نون سيلكتيف وعايز كمان تعرف الاسم ده اسمه بنزو تروبين. بنزو تروبين في ده فيما يخص زياده الاخطار اللي اسمها اتروبين بالبنزو تروبين. طيب كويس. طب انا بقى دلوقتي عايز ارفع الليفل اوف دوبامين مش الدوبامين واقف عندي عايز انا ازود الدوبامين. ازود الدوبامين ازاي؟ نخلي بالنا يا جماعه في ناس قالت كميه الدوبامين قليله خلاص نيجي الدوبامين. في ناس قالت لا الدوبامين موجود بس للاسف مش لاقي اللي يطلعه ولما بيطلع بيرجع بسرعه يبقى اعمل ايه؟ ازود الريليز واقلل الري ابتيك تمام. في ناس تانية قالت لا هو بيطلع كويس قوي وبياخد وقته بس للاسف في انزايم قاعدته عمال يكسره يبقى انا هديله ماو انهبت. في ناس قالت الدوبامين خلاص الريسبتور زهقت منه الريسبتور ايه؟ ما بيشتغلش يبقى لازم ادي حاجه تانيه من بره غير الدوبامين تشغل يبقى هديله حاجه اسمها الدوبامينرجيك ريسبتور اجونيست. خلاص فهمنا سياسه العلاج؟ طيب نبدا باول خطوه انا عايز ارفع الليفل اوف دوبامين. ايه رايكم هندي للعيان ده هو الدوبامين ينفع؟ ليه ما ينفعش الدوبامين؟ لان الدوبامين كاتيكولامين نوت باس بغض رين بارير انا مش هستفدش بحاجه بالعكس انا خدت طيب الاستيك خدت الاستيك ليه؟ لان الدوبامين هيعمل هاي بوتنشن وهيعمل اريتيشن في الجي اي تي يعمل لي نوزيا فوميتنج ويروح للهارت يعمل له ستيميليشن. فاكرين دي 1 بيتا 1 الفا 1 حضرته دي 1 يعني فاسو اريتيشن بيتا 1 ستيميليشن للهارت ازاي الجرعه قوي يشغل الفا 1 فاكرين. يبقى اذا الدي 1 هيعمل فاسو اريتيشن وهاي بوتنشن البيتا 1 هيعمل تاكيكارديا واريزميا الجي اي تي اريتيشن ونوزيا فوميتنج واذا زادت الجرعه قوي او خدته مع ماو انهبيتور يؤدي الى هايبر سنسيتيف كرايسيس زي ما انت خدت. يبقى اذا ما ينفعش اخد الدوبامين ناخد مين؟ الخطوه اللي قبل الدوبامين اللي هي خطوه ال ال دوبا. ليه؟ لان ال ال دوبا نان كاتيكولامين فهيقدر يعدي البلاد برين بارير ويتحول بالدوبا دي كربوكسيليز الى الدوبامين.
طب ما هو الدوبه دي كانت اوكسيليز زي ما هو موجود في السي ان اس موجود بريفرنس. يبقى انت سعادتك على ما الاتش دوبه يوصل للسي ان اس هيكون 95% منه تحوله الى بريفرال دوبامين. دلوقتي استفدت ايه؟ يبقى لك ايه الدوبامين؟ ايه الحل؟ المشكلة ان انا عايز اعمل دوبا ديكربوكسيليز انهبيتور. طب ما انت لو منعته بريفرال هتمنعه سنتر مش هيتحول. لا اديله دواء دوبا ديكربوكسيليز انهبيتور ونوت باث بلاد ريفاكت. الدواء نفسه نوت باث بلاد ريفاكت اسمه كاردي دوبا. اسمه ايه يا جماعه؟ كاردي دوبا. في ده اسمه بنسراتيز. مش مهم عليكم البنسراتيز دوت، خليكم في مين؟ الكاردي دوبا. يبقى الكاردي دوبا اسمه دوبا دي كاربوكسيليز انهبيتور بريفرنس نوت باث، وبالتالي يمنع الكونفرجن اوف ال دوبا انتو دوبامين بريفرنس، ويسمح للال دوبا انه يتحول لدوبامين سنتر. يبقى انا كده قللت كميه ال دوبا اللي انا كنت هاخدها في الاول، قللت مشاكل الدوبامين اللي كانت بتحصل من تحول ال دوبا الى دوبامين بريفرال وهو الهايبوتنشن والنوتيا والبومبنج والتاكيكارديا والاريثميا. كل ده قلل ليه؟ منعت الدوبامين بريفرال. وفي نفس الوقت انا كنت عشان اوصل للافكت لو اديت ال دوبا لوحده محتاج 10 اضعاف الجرعه، لان تقريبا 5 أو 10% بس اللي بيضربوا في ان اف. يبقى انا كده قللت الجرعه وقللت مشاكل الدوبامين بريفرال. بتيجي اكس بلين، بتيجي اكس بلين ليه الكارب دوبا بيتاخد مع ال دوبا. بتيجي 100% اكس بلين عشان دي يعني ايه؟ يمنع تحول ال دوبا الى دوبامين بريفرال ويسمح في هذا الوضع السيندروم. لان الكارب دوبا ده اسمه بريفرال دوبا دي كاربوكسيليز انهبيتور. تمام، الراجل ده خد ال دوبا تمام التمام، التنفسيه بيقلب النور اختفت وبدا يمشي والامور تمام التمام وما عادش بنادي كويس قوي. مشكلته ايه؟ له ليميت 5 سنين 10 سنين بالكثير ما يشتغلش خلاص. ومشكله الدواء ده ايه يا جماعه؟ ان هو احسن دواء يحسن المعايير، احسن دواء يحسن المعايير. فطبعا لان انا بدات كعناد يعني فدايما نبدا بيه. الراجل يقول لي الدكتور ده كده شاطر 100%، وبعد 5 سنين 10 سنين الدواء ما يجيبش نتيجه طبعا. هيروح للدكتور تاني هيديله اي دواء مش هيجيب معاه نتيجه. يقول لك لا الدكتور فين دواء؟ هو الصح ايه؟ الصح ان انا ما اعودش الانسان على الحلو قوي وبعد كده يبقى وحش. لا انا اعوده على الحاجه دي المتوسطه اهو ده. يعني الى حد ما في سن معين او في وضع معين هتحمل الوضع ده. بعد كده انا محتاج حاجه تحسني اكتر. تمام؟ يعني انا لو خدت اي حاجه بعد ايه دوبا صعب بقى. خلاص يا جماعه؟ حسن من تحت بعد كده. المهم ده بالنسبه لمين؟ للال دوبا. مشاكله ايه؟ يبدا بقى بعد 5 سنين يعمل لك حاجه اسمها ديسكاينيزيا. ديس يعني ايه؟ ديس يعني ابنورمال. ديسكاينيزيا معناها ابنورمال، ابنورمال موفمنت. يحصل ايه يا جماعه؟ يعمل كوريا لايف. اسمعوا عن الكوريا؟ دانسينج موفمنت. يحصل ايه؟ اكن واحد بيرقص يعني دانسينج. لا مش محتاج، محتاج يعني انا مش عمال اتطوع، انما انا فجاه اعمل سادن بيربز موفمنت. يعني فجاه ارفع ايديا واحركها واهزها بدون داعي وبدون سبب. دي اسمها ايه؟ كوريا او ديس كان. يحصل حاجه اسمها اون اوف فينومينا. يعني ايه اون اوف؟ شويه شغال وشويه مش شغال. اسمها اون اوف فينومينا. يحصل حاجه اسمها ويلينج اوف فينومينا او اند اوف دوز فينومينا. يعني على نهايه الجرعه كده يبدا مفعول يروح. يبقى دي يا جماعه مشاكل هتبدا تحسسني ان الدواء ده ايه؟ بدا يلعب في جيبه. فيا اما ان انا اديله دراج هوليدي. يعني ايه دراج هوليدي؟ اديله اجازه من الدواء يعني عشان يبدا بعد كده يشتغل. تقدر تداوي والريزستنس اللي موجوده دي تقل او اقسم الجرعه. يعني انت بتقول ان الدواء ده بيشتغل شويه ويبطل شويه، الدواء ده على نهايه الجرعه بيبطل. لا يبقى انا بدل مثلا مد الدواء مره واحده في اليوم هيجي الراجل 8 ساعات كويس ويجي 4 ساعات وحش. لا اديله ايه؟ كل ساعتين اقسم له الجرعه بتاعتي كل ساعتين هياخد. طيب
ده بالنسبة لوضح الناس اللي بتاخد ال دول طبعا هيستفاد مين؟ ضغط انسولين طبعا مش محتاجة يعني ان احنا نتكلم في الفيديو. اول لو جالي في الامتحان هيجيلي الميكانيزم اوف اكشن، وخاصة مش هيقولي بقى ال دول واحد، هيقولي ال دول مع الكاردي دول بيعمل لي مركب اسمه سينمس. اسمه يا جماعة؟ تركيز 1:10 يعني خدت 10 اخد 100 ماشي؟ خدت 10 مثلا كارب دوبا اخد 100 ال دوبا اسمه سينمس، ده كومبينيشن من ال دوبا والكارب دوبا. مشاكل ال دوبا ايه؟ اما انها تكون مشاكل بريستال بتتحول جزء منه الدوبامين، واما انها تكون مشاكل سنترال نتيجه انه شغل الدوبامينرجيك ريسبتور. مين شاطر يقول لي المشاكل سنترال؟ احنا قلنا مشاكل بريستال اللي هي ايه؟ اللي هي دي 1 هايبرتنشن، وبيتا 1 تكيكارديا وارثميا، وفي السيفير كيسز مع اللو انهبيتور يعمل هايبر سنسيتيف كرايسس، بجانب اللوكال اريتيشن نوزيا وهوم. دي بريستال سايد افكت سنترال. لما انا نشط الدوبامينرجيك ريسبتور في الليمبيك سيستم يحصل ايه؟ سايكوز وهلوسينيشن وفي ان اس اكسايتيشن صح؟ صعبه؟ لما انا بنشط الدوبامينرجيك ريسبتور في البيتا جانجليا خلاص عالجت الباركنسونيزم. لما انا بنشط الدوبامينرجيك ريسبتور في السي تي زد زي اوبومتي، لما انا بنشط الدوبامينرجيك ريسبتور في الهرمون بقلل البرولاكتين ماشي عكس الاتجاه، بقلل يعني لو الست دي لاكتيتنج يحصل سبريشن للاكتيشن. تاخد ايه يا جماعه؟ سبريشن للاكتيشن. صح صح. اون اوف فينومينا اند اوف دوز فينومينا ديكس كاينيزيا ينضافوا لمين؟ ينضافوا لقلبه. برضه في بعض الناس يقول هو ممكن يعمل لي ابنورمال بيجمنتيشن في العين ويعمل لي متري، يعمل لي متريز وابنورمال بيجمنتيشن. صعب ال دوبا ده الدواء الوحيد اللي ممكن يجي له ريتم في علاج البطن. طيب الزياده رقم اثنين او النوع الثاني من العلاج اسمه ايه؟ يزود الريليز ويقلل الري ابتيك. طب يزود الريليز ويقلل الري ابتيك. والناس دول يا جماعه اكتشفوا العلاج ده بالصدفه. ازاي؟ الدواء ده اساسه انتي فايروس اسمه امانتاتين. اسمه ايه؟ اساسا انتي فايروس. تمام. كان بيشتغل في البروفيلاكسز بعد انفلونزا تايب اي 2. فجأة لقوا الناس اللي عندهم باركنسونيزم وانا بديهم هذا البروفيلاكسز بيتحسنوا. بدأوا يدوروا لقوا انه بيزود الريليز ويقلل الرياضة. المطلوب مني غير كده. الامانتاتين المطلوب مني في ايه؟ يزود الريليز ويقلل الري ابتيك، واكتشف ان هو اساس شغله بروفيلاكسس في الانفلونزا تايب اي 2. يعني هو اساسا انتي فايرال دراج. طيب المجموعه اللي بعد كده اسمه امانتاجين. المجموعه اللي بعد كده يا جماعه مجموعه اللاو انهبيتور. مجموعه ايه؟ طب المجموعه دي كنا بنقول ان الدوبامين بيطلع وبيتكسر، عايزين نعمل له ايه؟ انهبيشن. في عندي تو ماو، اثنين ماو، ماو ايه؟ وماو بي. ماو ايه كسر النور ابنسترين والسيروتونين. ماو ايه كسر مين؟ وماو بي يكسر الدوبامين. ماو ايه يكسر النور ابنسترين والسيروتونين، وماو بي يكسر. طيب لو انا خدت نص الاكسس انا همنع تكسير مين؟ الدوبامين. والدوبامين اوتوماتيك يتحول الى نور ابنفرين. النور ابنفرين يتكسر ماو ايه برضه ممنوع صح؟ يبقى يحصل سيفير هايبر تنشن. عشان كده الصح يا جماعه ان احنا نستخدم سيلكتيف ماو بي. ولما الدوبامين يتحول لنور ابنفرين يبقى الماو ايه شغال عشان يكسره. مفهومه ولا صعبه؟ تاني وانا عندي ماو اي ده يكسر النور الابنفرين والسيروتونين، وعندي ماو بي ده يكسر مين؟ الدوبامين. انا هستخدم دواء اسمه نونسليكتيف. طيب النونسليكتيف ده هيمنع تاثير الدوبامين وهيعالج الباركنسونيزم.
بس اوتوماتيك الدوبامين هيتحول لنور. طب لما النور ابنفرين يتكون هيلاقي حاجه تكسره، انا مانع عنده التكسير. النور ابنفرين يعمل لي تكسير هايبر تنشن، السيروتونين يزيد يعمل لي تكسير سي ان اس اي ستيميليشن. صعبه الصح ايه؟ استخدم الدريكتيف راودي امنع تكسير مين؟ الدوبامين بس اللي انا عايزه. ولما الدوبامين يتحول لنور ابنفرين، النور ابنفرين يتكسر لان النور ايه؟ شغال. عشان كده الصح ان انا استخدم سيلكتيف ماو بي اسمه ستيلش بي. اسمه ايه يا جماعه؟ ستيلش بي. اسمه سيلكتيف ماو بي. نفس مشاكل ال دو، لان هو هنا بيعمل ايه؟ بيزود الدوبامين. والله لو زوده خمس بريفرال هيعمل مشاكل الدوبامين بريفرال. لو زوده سنترال هيعمل مشاكل الدوبامين. هي نفس مشاكل ال دو. يزيد عليها بس كلمة واحدة، إذا زادت الجرعة فقدت السيليكتيف. صعبة؟ ده مين؟ سيليش دي. اسمه إيه؟ سيليش دي. طيب المجموعة الأخرانية دوبامينيرج ريسبتور أجونست. خلاص الدوبامين مش جايب نتيجة، فلازم أدي حاجة من بره تشغل دوبامينيرج. أشهر واحد فيهم اسمه بروموكريبتين. اسمه إيه يا جماعة؟ بروموكريبتين. بروموكريبتين. طيب في حاجات تشغله، حاجه اسمها روبرينول وبرامبريكسول. اسماء دي هتفيدكم ان انا هكتبه بس في البروموكريبتين. يبقى البروموكريبتين ده دوبامينيرجي ريسبتور اجونست. يشتغل ازاي؟ ينشط الدوبامينيرجي ريسبتور اللي موجوده في سينر، بس ممكن ينشط برضه بريفرنس. ممكن ينشط سنترال في الليمبك سيستم فيعمل سايكوزيس وهالوسينيشن. ممكن ينشط في البيتيوتري يعمل لي انهبيشن للبرولاكتين. على فكره في بعض الحالات بقى محتاج ان انا اعمل انهبيشن للبرولاكتين. ايه هي؟ لو الست عايزه تبطل الجنس، هي عايزه تعمل كده، عايزه تبطل. واحده ست عندها هايبر برولاكتينيميا وفي ملك كتير جدا وخلاص الولد سنه 30 وعايز تفصل، فطبعا لو سابت مكانها هيحصل ملك اوبلوجن ويحصل بريست ابسل. اللبن لما بيتراكم في الممري دكت بيعمل انفلاميشن ويؤدي الى ابسل. ايه الحل؟ تاخد حاجه تعمل لها سفريشن للاكتيشن او سفريشن للبرولاكتين اسمه برومو كريب. ساعات البرولاكتين بيبقى زايد عن السنين النورمال العاديه خالص. واحنا عارفين البرولاكتين ده ايه؟ يعكس او يقفل الاكشن بتاع الاستروجين والبروجستيرول، وبالتالي الست دي ما تخلفش. بص تلاقوا العيانين والله بجد امانه، يعني شفت حالات كتير قوي، حاله مثلا بقى لها ثلاث سنين ما تخلفش، وعماله تعمل مش عارف اشعه، وعماله تعمل مش عارف تحاليل، وعماله بكل بساطه خالص الدكتور كاتب يسالها في ميلك سيتيشن، في افرازات من البريست ولا لا؟ مجرد ان هي قالت اه في افرازات تعمل لها برولاكتين يلاقيها عالي، يديها هذا البروموكريبتين خفيف ببساطه خالص. يبقى ممكن استغله في حالات الانفيرتيليتي ديو تو هايبر برولاكتين. يبقى انا ممكن استغله في الباكستان، واستغله في الانفيرتيليتي ديو تو هايبر برولاكتينيميا، او واحده اوريدي عندها هايبر برولاكتينيميا، او في السبريشن اوف لاكتيشن، او حتى لو في تيومر بيعملوا البرولاكتين. يعني في تيومر بيطلع برولاكتين كتير وعامل لي مانيفستيشن اسمها هايبر برولاكتينيا، ممكن اشتغل بالبرومو كده. اسمه دوبامينيرجيك ريسبتور اجونست. على فكره البرومو كده من عند الادوت، فاكرين عند الادوت؟ هو من عند الادوت. اسمه ادوت انكالايز دوبامينيرجيك ريسبتور اجونست. طيب في بقى دوت بدا يظهر لنا جديد، عكس كل تدينا تماما. السكيما دي حاططها كويس، خاصة ال ال دوبا والبرومو كريب. دول بس عارف اسماء ازاي بيشتغلوا. نعم. الامانتا دي اللي ماو انهبتور تلش لين. الدوبامينيرجيك ريسبتور اجونست برومو كريب. طيب ايه بقى الموضوع اللي خلانا نغير فكرنا في علاج الباركنسونيزم يا جماعه؟ قالوا الحكايه مش حكايه
اللي دوبا ودوبا دي كاربوكسيلين بنقدر نسيطر على دوبا ده. قالوا ايه اللي دوبا ده قدام منه لما بيقول سكتين، اما السكه اللي يروح للتي ان اس ويخش جواه ويتحول بالدوبا دي كاربوكسيلين الى سنترازومين، او يتحول بالبريفرال دوبا دي كاربوكسيلين الى بريفرال دوبامين. وده اللي احنا منعناه بمين؟ بالكاربي دوبا. وقلنا خلاص كده نبقى احنا تمام التمام، مفيش مشكله خالص. ظهر لنا سكه ثانيه اللي هي سكه الكونز. سكه ايه؟ كاتيكول او ميثايل ترانسفيرين. فطلع لي مركب اسمه ثلاثه او ميثايل دوبا. طبعا المركب اسمه ايه؟ ثلاثة او ميثايل دوبا. المركب ده يمنع دخول ال ال دوبا جوه السينس. يبقى هنا دلوقتي مش تيجي سعادتك تروح جاي مهتمني بالحته دي، تسيب الحته دي. انت دلوقتي هدفك ايه؟ توصل لل ال دوبا ده، خش سينس. السكه الثانيه دي بتقفلك، اقول لك ليه. النهارده طلع دواء اسمه فولكابول. اسمه ايه يا جماعه؟ فولكابول كومت انهبيتور. شوف بقى السكه مفتوحه تماما للال دوبا اللي يروح ويعدي ويتحول لدوبا. الكلام ده لسه مكتشف حديثا، ان برضه كانت لازم تاخد ال دوبا وكارب دوبا ما تستجبش. طب ايه العلاج؟ ايه الحل؟ بداوا يدوروا لقوا سكه الكومت دي بتعمل لي مركب اسمه 3 اوفي ساين دوبا يعمل انهبيشن للانتري اوف ال دوبا، وبالتالي يعكس او يبقى له السيت انتاجونيز من ايه؟ الانتي بطنسيوم ريكشن. طب بدانا ندي دواء اسمه تولكا صعبه؟ ده انتي بطنسيوم ريكشن. تولكا بول في شفوي، سينجدين شفوي، امانتادين شفوي، الريتن بروكريبتين وال دوبا. اليوزس واحده والسايد افكت واحده، الميكانيزم هو المختلف. اكتب ليه كارب دوبا مع ال دوبا ليه؟ برومو كريبتين وال دوبا. صعب بس انت لازم صعب. طيب ناخد اخر موضوع ويتفضل لكم موضوع. تاخدوا ايه؟ انتي ديبريشن ولا سي ان اس؟ لا ناخد خلينا في الديبريشن. لا خلينا سي ان اس عشان ايوه بقول لك سي ان اس ستيمولنت 10 دقايق كده ناخدهم. عايز خايبه كده يعني. خلينا في الموضوع الحلو ده بكره ان شاء الله يوم الاحد. انتي ديبريسنت. نعم يا معلم. منعت هو الانتي ديبريسنت هنقولها بالتفصيل ما هو انهبيتور فيها. انتي ديبريسنت اساسا بنشرح احنا ان هو انهبيتور ريتن بالتفصيل. ان هو انهبيتور بنشرحها بالتفصيل. طيب بنشرحها بالتفصيل. لسه ار اي بنشرحها بالتفصيل. ده موضوع اسمه انتي ديبريسنت. سي ان اس ستيمولنت. بقسم السي ان اس ستيمولنت الى ثلاث انواع من الدرجه، اما سيريبرال كورتكس ستيمولنت، واما برين ستيم ستيمولنت، واما سباينال كورد ستيمولنت. سباينال كورد ستيمولنت ده دواء اسمه ستريكنين. اسمه ايه يا جماعه؟ ستريكنين. ده ما يجيش ريتم يا جماعه، ما يجيش ريتم، ما يجيش ريتم. ويشتغل سبينال كورد ستيمولنت ينشط البولي سينابتيك ترانسميشن. يبقى عكس مين؟ مش بولي سينابتيك ريفلكس، بولي سينابتيك ترانسميشن. جلايكين. مش الجلايكين ده انهبيت من الترانسميتر بينهبت البولي سينابتيك ترانسميشن. يبقى اذا الانتيدوت بتاع الانتريكنين الدواء اللي بينشط الجلايكين اللي هو اسمه ميثينيدين. يبقى لو حصل توكسيسيتي من الاستريكنين اديله الدواء اللي يزود الجلايكين اللي هو اسمه ايه؟ ميثينيدين. لان الاستريكنين ستيميوليت البولي سينابتيك ترانسميشن والجلايكين انهبت البولي سينابتيك ترانسميشن. بيعمل سونيك كونفرشن. يعمل ايه؟ ممكن يموت العيان من هذا السونيك كونفرشن. ممكن الناس تستغله كسبب يعني يعمل سيفير هايبرتونيا ويؤدي الى انتمشن العضله والعيان يموت. الناس كانت بتستغله زمان تحطه كسم في الاسفل زمان ايام البنود كده كانوا بيحطوا الاثنين ده. الناس تسمع يعني.
في ناس بتاخد جزء صغير منه لان له بيتر تيست. يعني ايه بيتر تيست؟ بيتر يعني طعم لاذع. يعني ايه لاذع؟ عارفين البهارات كده والكمون ده له طعم لاذع، عشان كده بستخدمه كفاتح مش كده. في ناس ممكن تاخد جزء من السكينه بستخدمه ايه؟ ستوماكيك. ستوماكيك يعني ايه ستوماكيك؟ يعني شغل الستومك، يعني نفس الجروب الالفاي يجوعني فاتح الشهية ستوماكيك. يبقى الاسترتين ده عايز منه 3% سباينال كورد ستيمولس. على فكره هو مش سباينال كورد بس، ده هو يطلع هو اسندنج ستيمولس. يعني سباينال كورد ده مينلي ممكن يعمل برين ستيم، ممكن يعمل سيريبرال كورد، مفيش مشكله خالص. شغلته ايه؟ استيموليت البولي سينابتيك ترانسميشن. عكس مين؟ انتي جلايسين. هو انتي جلايسين، عشان كده لما يحصل منه التسمم الانتي دوت بتاعه يبقى مين؟ اللي هو بيزود مين؟ الجلايسين. هو توكسيك انه بيعمل تونيك كونفاشن وستوماتيك لان له بيتر صح. ده مين؟ سباينال كورد برين ستيم برين ستيم الادويه دي انا هعبرها انها تنشط البرين ستيم، وخاصه المدلة، وخاصه البازو موتور سنتر والريسبيراتوري سنتر اللي احنا بنسميهم الفايتال ايه؟ الفايتال سنتر. دول احنا بنسميهم الفايتال سنتر لما ينشطوا البرين ستيم وينشطوا خاصه المدلة، خاصه الايه؟ التو سنتر البازو موتور سنتر والريسبيراتوري سنتر بنسميهم اناليبتيك. يعني ايه اناليبتيك؟ برافو عليك، يعني مفوق يفوق العيان. بدل ما هو كان في كوما، بدل ما كان هو في الريسبيراتوري ديبريشن بفوقه بصحصحه. عشان كده ممكن تستغل الحالات دي يا جماعه. الحاجات دي لو حصل مثلا ايه؟ اديت واحد مرة تحتيه عاليه ووقع منه، اديت واحد منوم ووقع من الارت ديبريشن وبطل ممكن تنزل ديبريشن. مش البروتيد بيعمل الكلام ده والمورفين بيعمل الكلام ده؟ يبقى لو حصل ديبريشن الحق العيان باناليبتيك. عندي الاتي بيكروتوكسين نيكيتامايد وعندي كمان دوكسابان. اشهر واحد فيهم دوكسابان يا جماعه، اشهر واحد فيهم دوكسابان. هتلاقوا في حاجات تشتغل في بريسرال، في حاجات تشتغل في سنتر. يعني ايه بريسرال؟ يعني ادي الدواء يروح للبارو ريسبتور او ريفليكس، بنسميه ريفليكس، يروح للبارو ريسبتور والبارو ريسبتور هي اللي تعمل السيميليشن للار تي والبارو ريسبتور، ده اسمه ريفليكس. في حاجات تشتغل في سنتر تروح مباشره للسنتر تشغلها، في حاجات بتشتغل الاثنين زي الدوكتا براند. اشهر واحد فيهم مين؟ دوكتا براند. ده بيشتغل بريسرال وسنتر بيفوق، وخاصة بقى العمليات التخدير لما يبقى في تخدير شديد ولا حاجة يستخدموا هذا الدوكسابان انترافيلس. بس مشكلته انه ممكن يرفع الضغط جدا ويعمل تاكيكارديا ولا ايه. دوكسابان اسمه ايه؟ ضغط. ده مين؟ سميناهم برين ستيم ستيمولانت. على فكرة ممكن اعمل برين ستيم ستيمولانت لو انا عارف الايه؟ التوكسيك ماتيريال. يعني مثلا واحد خد بنزوبيلاميتيك سيستم يبقى مين؟ الاناليتيك بتاعه الفلومادينين. واحد خد مورفين يبقى مين الانتيدوت بتاعه؟ نارو الدوز. فاهمين؟ اذا كنت عارف ان الدواء اللي هو اللي عامل يبقى انا ادي الانتيدوت بتاعه رايح منين. خلاص؟ نيجي بقى للسريبرال كورتكس ايه؟ استيمول. سريبرال كورتكس استيمول. خدنا طبعا الانتيدامين وخدنا الافيدرين وخدنا الاطروبين. ماشي؟ اتفضل لنا مجموعه اسمها زانسين. اسمها يا جماعه؟ زانسين. المهم فيهم مجموعه اسمها ميثايل زانسين. اسمها ايه؟ ميثايل زانسين. دول في منهم الكافيين وفي منهم الثايوفيلين وفي منهم، او الميثايل زانسين دول فيهم منهم الكافيين وفي منهم الثايوفيلين وفي منهم الثايوبرومين. الثايوبرومين الكافيين يحب الاكشن السنترال والثايوفيلين يحب الاكشن البريفرال. الثايوفيلين يحب مين؟ البريفرال. والكافيين يحب مين؟ السنترال. هما يشتغلوا سنترال ايه؟ ستيمولانت. يعني العيان في الاول يبقى مركز ما بيتعبش وصاحي
وبيذاكر وعنده ثقه في نفسه ومبسوط، وذاكر اللي احنا قلناه في الفيديو المحتمين، وبعد فتره مش عارف ينام وعنده قلق ومتهيج وكونفشن، ممكن يخش في ايه؟ سايكوز. فاكرين الكلام ده؟ نفس القصه. بما انهم في ضد الكورتيك ستيمولانت تبدا مميزات وتنتهي بعيوب. له مدلل ستيمولانت ينشط البعض والموتور سنتر وله سبينال كورد ستيمولانت ينشط السبينال كورد ويعملوا لي هايبر ريفلكس. ده فيما يخص مين؟ السنتر. يخص مين؟ تعالى بنفكر بقى ازاي الادويه دي بتشتغل. اولا انهبت الفوسفوزايد ستيرين، يبقى يزودوا مين؟ يعملوا سموث ماسلز، يعملوا ايه هارت؟ كاردياك ستيمولس. بزود سايكل الكي ان في يبقى بعمل كاردياك ستيمولس. انهبت الادينوزين ريسبتور، الادينوزين دي بتعمل برونكو دايليشن يا جماعه. يبقى لما بقى الادينوزين ريسبتور يبقى انا بعمل برونكو دايليشن. لهم تاثير مهم كمان، استيميوليت الريليز اوف كاتيكولامين. استيميوليت الريليز يزود الكاتيكولامين في السينس، يعمل سينس ستيميوليشن، ويزود الكاتيكولامين في البريفرال يعمل هايبر تنشن. تمام كويس. وعلى فكره برضه الكاتيكولامين بتعمل برونكو دايليشن، يعني الادرينالين ده بيعمل برونكو ايه؟ دايليشن. لهم كمان ماست سيل ستابلايزر. لهم ايه يا جماعه؟ يقفل او يعالج البرونكيا الازمه. لهم ماس يعمل او ينهبت الديجنريشن بالماس. طيب تاثيرهم ايه على الكارديو ماسلر؟ لهم سنترال افكت ولهم بريفرال افكت. بمعنى على الراس السنترال افكت بتاعهم ايه؟ ينشطوا الكارديو انهبيتوري سنتر. يبقى المفروض سنترالي يعملوا برادي كارديو، صح؟ مش الكارديو نيوز سنتر زي ما قلت في المظله برضه؟ مركزين يا جماعه وصعب قوته خالص. كارديو ريزيد سنتر زي ما قلت في المظله، لو نشطته يبقى اعمل برادي كارديو. انما هم بريفرال على الهارت يعملوا ايه؟ بوزيتيف ليوتروبيز بيسموه السايكليك انري. طب على البلاد فيزنز مش هم بينشطوا سنتر لان البلاد موتور سنتر يعملوا هايبر، انما تحت يعملوا سموث باستر لاكتيشن يعملوا بازو. على فكره هم يعملوا بازو لاكتيشن في كل البلاد فيزنز ما عدا السيريبرال بلاد فيزنز. ما حدش عارف ليه بيعمل هارد وكونستريكشن في السيريبرال بلاد فيزنز. يبقى لو واحد عنده صداع عنده كونجيشن يقلله، هيعمل بارد وكونستريكشن في السيريبرال بلاد فيزنز. يبقى عارف الصداع البرد. لو انت عندك صداع اشرب شاي، اشرب غانتين، اشرب قهوه، يعمل سيريبرال بازو كونستريكشن. يعني قيس الضغط الاول وبعد كده اشوف. سمبل هيدك ممكن ينفع معاه الزنزين، او حتى ممكن اخلطه. فاكرين الكاست ايربت؟ كنا بنخلط الايربتامين على الكافيين عشان يعمل بازو كونستريكشن. طيب يبقى كده هيعمل ايه في الضغط يا جماعه؟ هيعلي الضغط ولا هيوطي الضغط؟ هيعلي ليه؟ طب هو بيعمل بازو ريتيشن مش هيعمل اذا خدته في جرعه صغيره مش هلاقي فيه اختلاف ما بين السنتر والبريفر. اذا خدته بجرعه كبيره بيشتغل اكتر بريفر. اذا خدته بجرعه كبيره قوي يعمل لي كارديو كاتاكوس. يروح للكارديو والبريفر سنتر يعمل سيفير ستيميليشن يعمل لي ازمه. تاني يا جماعه اذا خدته بجرعه صغيره يبقى البرادي مع البوزيتيف هيضادوا بعض. البازو كونستريكشن بتاع البازو موتور سنتر مع البازو دايليتيشن ضادوا بعض. مش هحس بحاجه. اللارج يبقى البريفرال يكسب بازو دايليتيشن يبقى هايبو تنشن فبوزيتيف انتروبيك يعني تاكي كارديو اكتر. ليه اللارج دول؟ خدته انترا فينوس سريع جدا يعمل كارديو اكتر اللي انا سميته فيلوسيتي اكشن. تمام. على البروكاي برونكو دايليتيشن. على الكدني يحسن الجلومولا فلتريشن ريت ورينا الضغط له بيزود الكارديك اوتبوت وزود رينا الضغط له فيعمل دايوريتيك. على الجي اي تي يعمل ايه؟ الشاي بيعمل حموضه. عارفين الشاي بيعمل حموضه يعمل لوكال اريتيشن ويزود الاتش تي ال سكريشن يعمل لي بيرت كارد. نخلي بالنا كمان يا جماعه السايوفيلين عموما السايوفيلين ها او الميثايزازين بادمو ايه؟ بس دايما احنا بنقول منظر غريب قوي. بنقول لو انا شربت شاي
وانا شربت شاي بعد الاكل مباشره ممكن يجي لي احساس بالموتيليتي، عايز اعمل ديفيكيشن ده الموتيليتي بيجي. انما بقول ما نشربش شاي كتير قوي عشان ما يحصلناش انتكاك، يبقى السمول دوز تزود الموتيليتي واللارج دوز تقلل الموتيليتي. يبقى السمول دوز تعمل احساس بالديفيكيشن واللارج دوز تعمل لي ايه؟ كونستريشن. يتاثر بالانزيم انديوسر والانهبيتور. مش دي المشكله وبس. نارو سيفتي مارجن. نارو يعني ايه نارو سيفتي مارجن؟ بسهوله جدا يبقى توكسيك وبسهوله جدا يبقى انفكتيف. وبيتعثر يعني اي انزيم انديوسر يكسره يبقى انفكتيف. اي انزيم انهبيتور يداول التوكسيك يبقى توكسيك. فاهمين ازاي؟ ساعات بيسالوا دي شكل يا جماعه الليفل بتاعه في البلد كام؟ من 10 الى 20 مايكرو جرام بالـ ML. ساعات بيسالوا فيها شكل. ساعات من 10 الى 20 مايكرو جرام بالـ ML. طيب ااا الشاي ده فيه طيب نعم الشاي لا انا بتكلم على التنسيق في ادويه بقول الشاي فيه طيب وفيه كافيين بنسب بس يعني مثلا الشاي المفروض هيعمل هايبوتنشن ولا هايبرتنشن؟ المفروض ان هو بيشتغل سنترال يعمل بلس ووتر سنتر ايه؟ سيميوليشن يبقى هايبر يبقى بلس ووتر واشتغل بريفرال يعمل بلس ووتر على حسب الدور عليك ان شاء الله. اذا كانت سمول مش حته حاجه، لو كانت لارج قوي بقى هيشتغل بريسبر اكتر زي ما اتفقنا. خلاص؟ طيب هيستخدم في ايه؟ نعم من 10 ل 20 مايكرو جرامز بير دي تي لتر. طيب هيستخدم في ايه؟ الازمة. انا نوع من الازمة؟ الاثنين ازمة. برونكيال ازمة برونكيال ديليتر طبعا قلنا كنا بناخد انجكشن انترافينوس سلو في حالات الاكيوت اتاك او ريكتال واورال في حالات الان بتوين اتاك. طيب ينفع كمان في الكاردياك ازمه، فاكرين ليه؟ فاكرين ايه الكاردياك ازمه؟ الكيروز بلمونري ايديم فاز فايليتور هيقلل البريشر اكتر يزود الكاردياك اوت بوت بوت بالنسبه يزود الفوليوم اوف يوريز يزود الرينال بلاس فلو برونكو دايلاتيشن. واذا حصل للمورفين ارتيديفيشن هو اللي ظبط الارتيديفيشن. صعبه؟ هستخدمهم في اي اوبستراكتيف بالونه دي كلها هيخش فيها. الابنيه انه بينشط الارتين ممكن استخدمه كمطور في حالات النيونيتا الابنيه. ممكن استخدمه كاجمنت كدايريتك يعني ساعد الدايريتك ساعد مين؟ استخدمه في كل انواع المرض لانه سبازمو ليتك سبتاينال كوليك رينال كوليك بنيال كوليك ينفع في كل انواع الايه؟ الكوليك. مشاكله ايه؟ عبتين الناس ابدا الاول انسومنيا وانا طالع صح؟ في الهارت سمول دوز مش هحس بحاجه. في اللارج دوز يبقى البريفرال هيشتغل يبقى هاي بوتنشال وتكيكارديا ولا انتو وبالفيري لارج دوز كارديكا. في الجي اي تي ارتيشن وريبتيك الزر تمام. يتاثر بالانزيم انديوسر والانهبيتور يعمل ارتيشن في كل حته يروح يعني حتى ريكتر يعمل لي بروستاتايت خدته اورال يعمل لي اريتيشن في الاستومك خدته انجكشن يعمل لي اريتيشن ويعمل لي فليب بايت خدته انترا ماسلر يعمل لي برضه بين اس بايت كونكشن تمام يعمل لي اريتيشن في كل حته يروح ايه؟ يروح خلاص يا جماعه؟ طب اذا جال السايوفيلين احط الكافيين في السنجل هيدك والميجرين هيدك والسكليتال مصل او المايوسينيا جريفز بس اقول ان هو ليه ده كافيين يعني المفروض ان الحاجات دي كلها سنتر الكافيين اقوى في السنتر يعني السريبرال برضه من السليكشن يبقى يعالج الهيدك العادي والميجرين هيدك مع الكافي مع الكافيين ويعالج المصل باراليسيس عشان هيزود التون بتاعي ويقلل الفتيك بتاع المنتال والفيزيكال فتيك. مين اللي يعمل ده اكتر؟ الكافيين. انما مين اللي يعالج الازمه اكتر؟ فيلم اللي يعالج الكارديك ازمه فيلم الكوليك فيلم الاوبستراكتيف بالمونري ديزيز فيلم النيونيتال فيلم الابيا فيلم ماشي. انما لو انا جالي يوز اوف فيلم مفيش مانع ان انا احط اليوز اوف كافيين واقول ليز ذان كافيين ليز ذان ايه كافيين. حضر لنا الانتي ديبريسنت اللي قلتها ان شاء الله يوم الاحد. نريح دقيقتين في كلمة اشتغل نعم.